مايا؟ أه بصراحة أنا م... ماني عارف يعني منزهج يعني ب... كيف بدي أحكي مع عمك؟ شبيك مثل ما بتحكي معي؟ بعدين احنا عايلة فري أوبن مايك عادي قل له هي بقول له إيه ايه عمو؟ عمو أه بصراحه يا عمو أه أنا بدي أدخل أه بالموضوع يعني أنا ماني ناطد من الشباك جاي من البيت أنا بدي أطلب إيد حلو مايا أهلا وسهلا مايا أعطي إيدك إيه حاضر <applause> شو هاي؟ شو هيدا؟ ليش خفت؟ <applause> خفت طبعاً شو هالضرب هيدا شو رايك بالحركة؟ مهضومة إيه؟ لا والله لا لا مهضومة و إيه و... 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 كثير مهضومة أنا ضحكت <applause> إحنا كل واحد بيجي يخطب إيد معي نعمل في هذا المقلب اه يعني كثير ناس اجوا خطبوا وهربوا من الحركه هيدي بس انا هي يعني بنت عم وما بدي اياها يعني شو طلباتكم؟ إيه شوف نيشان انا بدي اياك بس تفوت على العرس تكون لبس لبس مهرجة ايه ايه هيدا اللبس ما بحبه ابدا طيب ايه كمان بدي اياك تجيب لي نمرين واحد بكفي لا بدي نمرين لشو لشو هيك المصاريف لشو بدي هيك انا رفقاتي بعدين شو بيقولوا تجوزت هيك نشان بس عرس عادي وبسيط لا بدي عرس عرس يكون هيك لكجري بس ال... نمرين لونه يكون اخضر مب... هيك م... م... ب... ب... بازرق خلص ايه, ايه. وبدي 100 جمل على كل اللي عندي عشرة عشر جنيه تسلفهم من رفقاتك ايه بسلفهم بعدين برجعهم بعد إيه. العرس ايه م. بدي اياهم هيك آه بيربل مع اصفر كمان ما بدي اياهم بيج زهقت من هاللون آه. اللي تؤمن ايه بابا بعد في شي طلبات ولا خلص ما حدا ابن عمات احنا قابلين فيه ايه بس لا ما بأم. وبدي فرقة موسيقية فرقة موسيقية ليه ما بنسوي العرس بنحط موسيقى بنحط موسيقى اف ام ولا شيء بدك تحط لي بعرسي اف ام؟ لا, لا بدي لايف باند يعزفوا خلص عزف حي اوكي لايف بين لايف بين خلص لايف بين ايه مم. وبدي كمان كمان بدك؟ ايه بدي المشاريب كلها تكون كوفي لاتيه سبانش لاتيه ما بدي هيك شيء سخن وحار طبعا مثلا عصاير شيء عصاير؟ بردان لا ما بدي بردان ما بدي تفاح لا لا موز لا عصير موز شو انت متجوز شو قرد؟ خلص خلص اللي بدك اياه انا عمو بصراحه انا يعني جاهز لكل طلباتكم ما رح رد ولا طلب وبدي تصبغ شعرك شو اصبغ مش ما بحب هاللون مش ايه وانا بعدين الناس يعني تشتلق علينا هيك بقولوا شو صايرين خوات يعني لا ما تخاف الفرق بينك وبين اختي هي عندها شيمه وانت لا إيه؟ عمو أنت العرس ان شاء الله؟ خير اسبوع اليوم بالليل اليوم بالليل اليوم بالليل ايه يعني معك بس انت شي ثلاث اربع ساعات خمس ساعات تتجهز لهالطلبات كلهم شا كيف طرزان هو؟ كيف بدي يعني احضرهم كل اربع خمس ساعات؟ بابا بخصك انت انا بعرف عمو كثير مهضومه حركه الليد هيدي <applause> <applause> بالاذن عمو باي مايا باي آه. على كيفكم شو هيدا؟ لما تتزوجوا ايه ايه خلص لا ما بصير الله معك الله معك على كثير مستحي حياك الله اهلا شو هيدا؟ شو؟ على كيفك؟ شو طلبات؟ 100 جمل ومش عارف ايش ونمرين و... هيدا ولا شيء اصلا ما طلبت شيء انا تعجيز ما طلبت شيء شو يعني عادي ما بقدر احضرهم باربع خمس ساعات خليه خلينا نجرب